للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الأستاذ محمد وعرب، عضو أمانة العلاقات الخارجية في حركة المجتمع السلمي. أستاذ محمد مرحبا بك. كم الله، أهلا وسهلا. تظاهرات حاشدة في الجزائر العاصمة وعدة مدن أيضا، يعني كيف ترى هذا التحدي في ظل رهان الجيش على عامل الوقت وأيضا يعني الصيام لإخماد التظاهرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم وللجمهور الكريم، رمضان كريم مبارك. الشارع الجزائري أظهر مرة أخرى على أنه مصمم تصميما حقيقيا على المضي قدما إلى غاية تحقيق كل مطالبه. الحراك خلال شهر رمضان الكريم هذا قد استرجع زخمه المفقود خلال الأيام الأخيرة، وجمعة اليوم أعطت دليلا آخر على أنه لا يمكن المرور فوق إرادة هذا الشعب. هذا الشعب قد قرر ابتداء من تاريخ 22 فبراير انه سوف يعيد تصحيح الوضع، سوف يعود هو الى 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 مركز اتخاذ القرار. لن تكون هناك اي قرارات داخل الدوله بعيده عنه او غير راضي عنها. الان الجيش يعني يدفع في اتجاه اقامه انتخابات رئاسيه في الرابع من يوليو القادم، ولكن الاجابه اليوم كانت قويه جدا بحيث انه لن تكون هنالك انتخابات رئاسيه ما بعض أسماء ورموز النظام السابق موجودة. عبد القادر بن صالح رئيس الدولة الآن هو رجل بوتفليقة الأول، وزير ورئيس الحكومة المعين في آخر أنفاس عهدة بوتفليقة الماضية عبد بدوي هو كان وزير داخلية سابق، وهو الذي زور 6 ملايين استمارة لترشيح بوتفليقة لولا انتفاضة هذا الشعب المبارك. أستاذ محمد، الشارع يعني الجزائري كيف يرى موقف الجيش بعد قراراته وتصريحاته الأخيرة؟ والله موقف الجيش بين حقيقة، فهو من جانب هو يشكر لأنه حافظ على سلمية الحراك، يشكر أيضا أنه أحبط أكثر من محاولة لاختراق هذا الحراك، أيضا يشكر لأنه قام باعتقال رؤوس الفساد ورؤوس العصابة، اعتقال شقيق الرئيس السابق، اعتقال رئيس جهاز المخابرات السابق، يعني الكثير من الأعمال الفاسدين. ولكن في نفس الوقت يجب على هذا الجيش أن يدرك أنه من غير الممكن أن تعطى له ورقة بيضاء، من غير الممكن أن يسلم له بكل شيء، من غير الممكن أن نتخلص من ديكتاتورية بوتفليقة حتى نجد أنفسنا في ديكتاتورية أخرى. يجب على الجيش وعلى قيادة الجيش تدرك أنها شريكة في هذا الوطن وأنها ترافق العملية السياسية، ولا يجب بأي شكل من الأشكال تحول المؤسسة العسكرية إلى حزب سياسي. المطلوب من مؤسسة الجيش أن ترضخ لضغوط الشارع، ترضخ لضغوط الشعب، وأن تضغط على إقالة أو الاستقالة رئيس الدولة الحالي ورئيس الحكومة وتعويضهم بشخصية وطنية يمكن معها نفتح حوار حقيقي. ماذا الآن أمام الشارع من أوراق؟ نعم، ماذا الآن أمام الشارع من أوراق يعني بعد هذه الاستجابة، استجابة الشعب لمطالبه بالنزول اليوم؟ الشارع لديه ورقة واحدة ووحيدة وهي الضغط في الميدان. الشارع لديه الحراك، الشارع لديه الاعتصامات، الشارع لديه الوقوف في الميادين، الشارع لديه أن لا يغادر مواقعه. هذه المواقع التي من خلال الضغط فيها تحصلنا على كل هذه الإنجازات. يعني لم يكن أكثر الناس في الجزائريين يعني يتمنى أو يتخيل على أنه ممكن أن تفرمل العدة الخامسة بهذا الشكل، وأنه ممكن تمر كل هذه الأسابيع والشهور من دون أن تسيل قطرة دم واحدة، نحافظ على هذه السلمية وعلى هذه الأعداد المليونية الكبيرة جدا. الورقة الناجحة الرابحة التي يملكها الشعب هي ورقة الشارع، هي ورقة المسيرات، هي ورقة المظاهرات، هي ورقة عدم قبول بالأنصاف الحلول والمضي قدما في استغلال هذه الفرصة التاريخية. طيب في المقابل يعني ما توقعاتك أيضا لرد فعل الجيش؟ يعني الجيش مدعوم من قوى إقليمية ودولية بحسب مراقبين. الجيش ليس له في النهاية إلا أن يرضخ، ليس للجيش هو قائد أركان قال سابقا أنه سوف يقف إلى جانب الشعب، وهو إلى الآن يعني معظم الأفعال إلى الآن تصدق هذا القول. ولكن إذا أراد حقيقة أن يكون يعني أن يستثمر هو أيضا هذه الفرصة التاريخية، مش حتى يقضي على خصومه داخل السلطة، مش حتى يقضي على أجنحة السلطة، مش حتى يستغل الحراك هذا في صراعه الداخلي، وإنما حتى يستغل هذا الحراك من أجل يعني تخليص الجزائر نهائيا من هيمنة الفرنسية، تخليص الجزائر نهائيا من هيمنة الفاسدين
الوافدين تخلص الجزائر نهائيا من هيمنة العملاء الذين أضعفوا البلاد والذين كانوا سببا مباشرا في كل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر. على الجيش أن يستثمر هذه الفرصة التاريخية حتى يصير حقيقة أو يصبح حقيقة سليل جيش التحرير الوطني الذي خلص البلاد من الاستعمار الفرنسي عسكريا. يعني إذا 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 إذا, إذا, إذا دفع في اتجاه إقامة انتخابات فر ونزيهة، إذا دفع في اتجاه إقالة ما تبقي من رموز النظام السابق، إذا دفع أيضا في اتجاه تأسيس الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات وأشرف على العملية الانتقال الديمقراطي، فسوف يكون حقا يعني مفخرة لنا ولكل الأجيال القادمة. إلى أي مدى ترى أو تتوقع أن يقبل الشارع ربما بحلول وسط للخروج، لا سيما وأن الجيش قدم يعني رؤوس بعض رموز النظام قرابين لتهدئة الشارع؟ شوف يا سيدي كريم، الضامن الوحيد لعدم عودة هذه العصابة أو الضامن الوحيد لعدم عودة عصابات أخرى في النهاية هو ضمان شفافية الصندوق. إذا لم نصل إلى ضمانات حقيقية وعملية تضمن شفافية الصندوق، تضمن الحرية الانتخابات، تضمن حرية العمل السياسي وحرية الإعلام وحرية الرأي داخل البلاد، فيعني كلها سنة سنتين ثلاثة وسوف نعود إلى نفس الأزمة. أنا لا أتصور أن حراك مثل هذا ممكن أن يكون كل سنتين ثلاثة، هو ممكن مرة واحدة في العمر أو مرة واحدة في الجيل على الأقل، فيجب استثماره إلى أقصى حد، يجب استثماره إلى درجة أنه إلى وجود ضمانات حقيقية لشفافية الصناديق، على رأسها اللجنة المستقلة لتنظيم الانتخابات. رأس الأزمة في الجزائر هو سياسي، وسبب الأزمة السياسية هو التزوير الشامل لكل انتخابات منذ تقريبا حوالي أكثر من 25 سنة. إذا أردنا القضاء نهائيا على هذه الأزمة، إذا أردنا القضاء على أسباب وجود هذه الأزمة، فما علينا إلا نضع ضمانات حقيقية لشفافية الانتخابات، على رأسها الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قوانين الانتخابات وغيرها. نعم، من اسطنبول للسيد محمد وعراب، عضو أمانة العلاقات الخارجية في حركة المجتمع السلمي، شكرا جزيلا لك.